عليه جا با بروبليم. على كل حال نشكر كما قلت لك الناس اللي قامت بهذه المبادرة، يعني الناس اللي تغير على الفريق. نضل نشكر كاع الناس اللي حضرت في هذا لا ريونيون. انا نوافق كانت واش قال قبل مجد مسود، قال لك سي فو انا ولا هو قال باش نروحوا للمينيستر دو جونيس دي سبور، انا ندخل باللي لازم نروحوا نشوفوا نسيو نلحقوا باش نروحوا نشوفوا شاف دي غوفرنور ما شاء الله هكذا باش تكون ديريكتومون، باسكو على بالي كاع دوتر كلوب ولا يشوفونا احنا كانت رحنا للمينيستر وما كانت يقوموا بهذا الشيء نفس الشيء صافي تقول لهم كانوا يروحوا للمينيستر ويطالبوا بحقوقهم على سبب بيتان حراش ودوتر كلوب اللي راهم في القسم الاول. احنا ما يهمنا الفريق تاعنا كما قلت شباب بوزواد ان شاء الله كما قالوا في سات احنا رانا هنايا كما نقول لك باتمان سيفو نوقفوا وسيفو نقدروا نديروا حوايج واحد اخرين قال لك سيفو اون بو مارشي نقدروا نمشوا صافي دير ما من بينكم حتى من الاخر رانا هنا ان شاء الله باش نمشوا ونتمناو كما نقول لك الخير لهذا الكلوب وان شاء الله ماذا بينا قبل ما يخلص العام ان شاء الله كما نقول الفريق تاعنا يبقى كما نقول لك يبقى شركه اللي تقدر تكون هي اللي هذا هو اللي حابين ان شاء الله يعطيكم الصحه.